اخر فقره بحلقه الليله. اجا الوقت نستقبل صديقتنا القادمه من بدنيل من بعلبك امل طالب. روح شو يا امال؟ شو؟ دخلك شعرك احمر؟ يس. هلا عن جد صار شعرك احمر؟ عشت ميزوني عن سامر زوين. عن جد؟ دخلك نفس الشعر تقريبا. مش مقبول. والله العظيم خلص حمرت. حمرتي على الاخر. وشو بتخبرينا؟ انا عم بزهق. قلت هات لنروح على المولات ونتفرج. في عالم بالمولات؟ رحت لك انا على المول، في لزوم اقول لك كيف انا رحت على المول؟ كيف؟ وترن ترن 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 رحت انا صرت. ليه دائما بتروحي محمد اسكندر؟ فين انا؟ هاي موسيقتي، انا بلاقي حالي بهاي الموسيقى. والله انت طونيكي وين شي مره دائما بتروحي يعني انت؟ ايه بحبه كمان. ربياني انا ترن وصلت انا هيك سكيورتي طبعا. وانا ترن ترن وانا ترن قلت لي انا ترن شو يعني؟ ما هي بتكون هيك ترن ترن ايه بتوصل بتصير ترن ترن. وصلت انا عند السكيورتي يعطيك العافيه معه هاي المكنه تبع السكيورتي شوي بقرب تتزمرت. انا استغربت ام هو بيقول لي معك شيء؟ انا هون سكر راسي قلت له ليش؟ لاني من بعلبي. لا حبيبي بعلبك القلعة بعلبك السقف مش كل الوقت بعلبك حشايش. قال لي يا عمي من جيب سيرة الحشايش هاي طلقت الشغلات الخطيرة. صرت أنا أفكر قلت شو معي شيء أنا خطير شو معي أنا شيء ما أنا معي دولار. أيوة الدولار زمر على الدولار زمر على الدولار. هو صراحة معي دولار واحد من البروبيل ماضين لي عليه رفقاتي بس إنه ماضين لي عليه رفقاتي. نزلت أنا في هاي الهيك بتفتح كرمال تاخد بطاقة الباركينج. هلا اني احيانا بيحطوا عليها زلمه ليوفروا شايلين الزلمه. ايه ايدي تحطيها وانا ايدي بعيدي وعم جرب طال وحطيت اجري على دعسه الفريم وصرت عم جرب جيب الورقه وهالسياره عم بتكر يا خي رجعوه انا بدفع له. رجعوه. نزلت هيك بالباركينج من اول ما فات والعالم هاو الشباب عم بيقولوا لي غسيل 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 غسيل. انا بقاب اذا بغسل بتشتت بتكون بكانون غسل والله لا يطوف الاوزاعي اذا غسل. هو طاف الأزياء. كل سنة بتوف. نزلت أنا فت على المول. بعدني هيك أول ما فاتي بسمع. لعليك أكيد لا. لعليك. برامت أنا صرت دور. وينو؟ وينو اللي عم بلطشني. طلع المول عم بيصفي. أفيش ولا دومري بالمول. ودغري هيك الموظفين اللي بالمحلات هيك دغري طلعوا لبرا شافوني بصوا عيونهم وتحولوا دغري لزبومبي. زبومبي زبون زبون شو هذا زبومبي؟ زومبي عزبون يعني زبومبي شافوا زبون طلقطوا فيه. فكرت غلبطتي انا؟ لا اسمه ايه زبومبي هاي بس شوف زبون. حرام وحاطين زيني وهالشجره المعلقه وبابا نويل مفسوخ على الثلج وحده بتنزل ربال بالسقف وبتتشقلب وخلص. انا زقفت لحالي مفيش حدا معي. يا حرام على مفيش حدا. صرت انا عم بتمشى في واحد هيك بالمحل عم بيطوي قمصان بتروح وبتجي هو عم بيطوي قمصان والله غضب علي فوت على المحل. يا لطيف تقول فان طلقت بريكيب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا شو بدك كيف فيني ساعدك في عنا الوان وفي عنا قياسات وفي عنا وانا بس جاي اتفرج. طب انا كيف بدي اخذ راحتي بالفرجه وهو لابس بدقني. صرت انا انه واو شو حلوه بتجنن فيها مين بيشتريها؟ سعر شو هذا؟ شو هالاسعار نار؟ ما هلا اسعار نار ما رخصت الاسعار ما في سعر كل الوقت. هني حاطين هلا معتمدين على شيء انه يحطوا الاسعار باللبناني. ايه وانا عم شوف هيك على اللاس واسحب الاتيكات واطلع وسفوره. انا ما شفت هالقد سفوره من ايام علامات المدرسه. شو هيدا؟ بعدين كلهم بيعتمدوا على سياسه وحده بالتسويق انه هي هيك بس انت لازم تجربيها. والله بس تجربيها بتلبق لك. وانا عم بشتري موكنسي. يعني كيف بس كيف مكسابة كلام ممكن فكرت مكسابة شو برافو. لا وكله باي وان جيت وان. أنا بنصح كل العالم يروحوا اثنين اثنين على ال لأنه مش لأنه باي وان جيت وان لحتى لي وحدة تلهي البياع وحدة تتفرج على الأسعار تاخذ راحتها هالقد. بس معك حق سيلات كثير كل الوقت باي وان جيت وان
باي 2 جت 15 باي 1 من مال الله يا مسلمين عشوائي حيقولوا لي انه بس فوتي وانا بتفاعلي وانا ما فينيش فوتوا يتلقطوا فيي ما انا متكلي انه انا نص ساعه على الباركينج وبصير بدي ادفع اول نص ساعه بلاش يعني اذا دابقوني بيدفعوا عني ال 2000 2000 كثير بدك تقعد تحطها بهاي اللي بتشفط الالوف الماكينه ايه بتوجع ونزلت لك على الباركينج ويا ريت ما نزلت ضاعتي انا على طول بضيع سيارتي بالبارك ونزلت P1 P2 P3 GF GM PS4 لعبت دقان وقطام رجعت على P1 وصار يكدني زهر P1 زهر P1 في الوان ماني ما نسيت اشوف اللون بس طلعت كنت مستعجله ما شفت اللون صرت انا مضايعه بالسياره واعرق وشاوب واخر شيء هيك مدت ايدي على الالارم صرت عيط له تعي بيب 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 لحديت ما ضوي تركبت عليها وعبطت فكرت اني حرداني اني تركت امل طالب امل طالب الموت تعب بيب 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 كانت قدام حلقة الليلة بنشوفكم جمعة الجاي بحلقة جديدة من لعنو بس اليوم كان سوبر لذيذ سوبر مهضوم نشوفكم جمعة الجاي أرفوار